بيناتنا ظروف كثيرة بالحياة بتخلينا أنه نكون واعيين على أهمية أنه كل إنسان يكون حاصل على علاج، يكون حاصل على مناسبات حلوة يقدر أنه يحقق فيها كمان ذاته مهما كانت الصعوبات يلي بيمرق فيها. بيناتنا كمان المؤسسات والمبادرات الفردية والجمعيات الخيرية كثير مهمين بمجتمعنا اللبناني، خاصة لأنه هني أوقات بيكونوا ركيزة لتقدم المجتمع حتى بالإطار الطبي. اليوم معنا بالاستوديو كارول حاتم وليتيسيا حاتم ليخبرونا أكثر عن مؤسسة فيليب حاتم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك، ونتشكر الام تي في ونتشكرك لدعوتنا اليوم. يا هلا. مؤسسة فيليب حاتم يلي اليوم خلت انه رح نشوف شو هي القصة، ولكن خلت انه اليوم بلبنان يكون في مركز، يكون مركز إعادة تأهيل للأشخاص يلي معقول يكونوا أصيبوا بشلل، وبلكي ما كتير كان في مجال لعلاجهم بلبنان وكانوا عم بيضطروا يروحوا للخارج ليتعالجوا. ولكن ليتيسيا شافت انه ليش هي رح يكون يعني عندها هالشانس انه يكون عندها علاج بالخارج بالوقت اللي أشخاص آخرين ما يكون عندهم هالشانس. خلينا بس هيك نبلش نشوف قصتك، من وين بلشت ليتيسيا؟ من سنتين كنت عم بركب خيل وقشط ضغطي فوقعت من الحصان، فكسرت فيرتبر من الكولون فيرتبرال وصار عندي ضغط على المولي بينيير، فهيدا خلاني ما اقدر هز كليا، يعني بس بوجهي، وما كان فيني اتنفس لحالي، يعني كان عندي تيوبس لاتنفس وكل شيء، وضليت ما كان فيني هز لشيء جمعتين هيك شيء. وبعدين بلشت شوي شوي بلش هز بس انه انجا، يعني ضليت بالاوتيل جو دو فرانس لخمس اجماع، وبعدين اخذونا على امريكا بالريهابيليتيشن انستيتيوت اوف شيكاغو، فهونيك بلشت كمان اتحسن شوي شوي، بس انه كان مفروض ما كان امشي وما كان هز، بس هونيك بلشت اتحسن وكل شيء لوصلت لمرحله وين صار اقدر امشي وكل شيء. كارول، خرزه مكسوره، دوده الظهر، يعني في عليها ضغط وضغط قوي، شو كان التشخيص بلبنان؟ اول شيء بتسود الدنيا بوجهك وقت اللي بتسمعي الحكمه. وقت خلصت عمليتها وعيت بالعينيه المشدده، واكيد اول سؤال بنسال الحكيم انه شو الوضع، فهن دائما الحكمة بيعطوكي كمان صورة كتير متشائمة من الوضع ليحموا حالهم أكيد. فكان وقت اللي سألنا شو هو الاحتمال ترجع تمشي، كان الجواب تقريبا 20%. فأنا وبيا رفضنا هالجواب، قلنا هيدي مش معقول، نرفض بنتنا شو ما صار، شو ما بدها جهد، شو ما بدها إمكانيات، لو بدها نقلب الدنيا بنتنا رح ترجع تمشي. فيلي عملوا بيا بالمكتب عنده، بلشوا يعملوا دراسة يشوفوا بالعالم وين في مركز، وين في أحسن مركز لتقدر ليتيسيا تتعالج، وما في غير اسم واحد يطلع هو الريابيليتيشن انستيتيوت اوف شيكاغو، لأنه في شغلة كتير مهمة، هيدا المركز صاروا 23 سنة نمبر 1 بالعالم، فعندهم خبرة هايلة، وهيدا المحل كان مناسب لليتيسيا تقدر ترجع تمشي. شو اللي خليكم ترفضوا هالواقع؟ يعني لما بيكون وضع من هالنوع، وبعرف انه وعيت ليتيسيا ما فيها تتحرك بالمرة، قلتي لي حتى ما فيها تتنفس، يعني ما فيها تتنفس على المكنة على الماشين. شو يعني اول جواب فينا اعطيك اياه انه هيدي بنتنا ورح نعمل المستحيل، مثل ما قلت لك بنقلب الدنيا، بنتنا بدها ترجع تمشي، هيدي شغلة رفضناها. والمشكلة انه مثل ما قلت لك الحكمة بيعطوك صورة كثير متشائمة، ونحن كان اهم شيء يكون عندنا هالامل ونقدر نعطيها هالايجابيه لليتيسيا، نقول لها ما تسمعي شو رح يقولوا لك، بس انه اسمعي الهام الام، الهام البي يلي بيحبوك، ونضلنا عم نشجعها. رح نشوف قد ايه تابع هالموضوع وهالتشجيع قد ايه تابع، بس نشوف هون ليتيسيا بهالنقطه تبعت الهام امك وبيك، يعني اكيد اكيد. ليش يعني شو هالعلاقه كثير قويه بينك وبين اهلك لحتى لي تقدري انت يعني تامني كليا باللي عم بيقولوه اهلك بالوقت اللي الاطباء عم بيقولوا شيء ثاني؟ ايه لا اكيد، لانه بعرف انه اهلي رح يعملوا شو ما يقدروا يعملوا تتحسن وكل شيء، بس انه كثير كثير مهم يكون عندك المورال سبورت لانه لا تتحسن، لانه مش بس كل شيء الفيزيك، في كمان المونتال، لا تكوني انه
بدك تتحسني وكل شيء. يعني بلحظتها اقتنعتي لما ولا إيه أكيد. ولا فكرت انه يمكن عطلتي همهم انه متاملين بشيء انت منك حاسه انه معقول يتحقق؟ لا، لانه اذا ما انه ما بتامني 100% انه راح تتحسني ما راح يمشي الحال، انه لازم تكوني اكيده انه راح تتحسن. وكمان في شغله هي كمان تصرفها كثير ساعدنا، لانه مثلا وقت اللي كانوا يقولوا لها الحكمه مثلا بهيدي الاله تاعت التنفس بدك تعملي هالحركه 10 مرات 3 مرات بالنهار، نحن كنا نعملها 15 مره 20 مره بالنهار لانه النتيجه منا ذاتها. وهي كثير ساعدتنا كمان بتصرفها والاجابه. قد ايه كان عمرك؟ 16. 16 سنة، يعني بعز كل الأكتيفيتيز وكل شيء بدك تعمليه بالحياة، وبنهار وقفت كل مشاريعك وصار هدفك أنه تقدري تمشي. رحتي على شيكاغو وبلشتي العلاجات، وأكيد العلاجات صعبة، رح نشوف بعض الصور لنشوف العلاجات كيف كانت، يعني ماتريال كتير متطور وكتير مهم، البعض منه رح أو صار عنا موجود بلبنان بفضل مؤسسة فيليب حاتم، رح نحكي بعد شوي. بس خبرينا كيف كانت فترة العلاج بالنسبة لك؟ كثير بتعب، لأنه لازم بتضلك إنه 24/24 إنه تشتغلي تشتغلي تشتغلي، لأنه بالبداية أهم وقت إنه إذا من أول إنه ما إنه أول فترة من أول فترة إذا ما دغري إنه تعملي الإفاق وكل شيء إنه بيكون أصعب بكتير من بعد. يعني الوقت بيلعب ضدنا كتير، يعني كل ثانية وقت اللي بيشوفوا حيلا تجاوب حيلا عدو بالجسم بيصيروا بيعملوا فوكس عليه ليتجاوب كليا. خبرينا كارول كيف كانت فترة العلاج بالنسبة لكم، لأن أنتم كمان كنتوا موجودين، كنت موجودة كل الوقت مع ليتيسيا، وكان وجودك كتير مهم مثل ما فهمت لحتى اللي تقدر توصل لنتيجة. لكن بأول فترة وقت اللي كنا بالأوتيل ديو ببيروت كمان كنت معها يعني 24 ساعة وبيا وكل العيلة، وهيدا شيء كتير كتير مهم، المحبة والناس حول المريض، هيدا للمورال تبعهم، هيدا شغلة كتير كتير مهمة ضرورية. بعد ما وقت اللي صارت تقدر تتنفس لحالها بشكل مقبول جبرنا نروح على أمريكا، بس شركة الطيران ما هي ما بتتكفل بنقل المريض بنقلها وما بياخذوا مسؤولية النقل، فكنا أنا وبيا حملينا على شرشف، كنا حملينا قعدناها بالطيارة، ووقت وصلنا على شيكاغو اجت الأمبولانس أخذتها لوصلتها على المستشفى. فالوصلة أنا كنت واصلة ببلد ما بعرفه بمحيط ما بعرفه، بس شو وصلنا لهونيك البروفيسيوناليزم تبعوا للناس كتير كمان روقنا، لأنه كل واحد كان بيعرف بالضبط شو لازم يعمل وأي ساعة. هون بدي أشوف مع ليتيسيا، كان عندك الشانس أنه أهلك عندهم القدرات المادية أول شيء، أو عندهم هالوعي الكافي والثقافة الكافية أنه يقدروا يوصلوك لنتيجة، هون أنت حسيت أنه غيرك مش متاح له هالفرصة؟ إيه، لأنه أنه مش هين نروح لهونيك، أنه عن جد أنه وكمان أنه في أنه السيبريشن مع العائلة وكل شيء، من يوم للتاني لازم تغيري حياتك كليا وكمان تظهري من البلد. إيه، والعائلة بتنفصل كمان، في بنت تانية بقيت هون كمان لحالها، كانت كمان حالة صعبة كتير. إيه، أنه عن جد يعني أنه لإلي فكرت أنه إذا الناس ما فيهم يروحوا لهونيك إنه شو بيعملوا؟ إنه أنا أوكي رحت ورجيت وعم بمشي وكل شيء، بس إنه هيدي الصورة سوري قبل ما تبرق، هي قبل ولا بعد؟ من بعد سنة الماضية بالغالا دينر. إيه، ما لا رجعت لهون وأنا وعم بمشي، بس إذا كنت ضليت هون ما كنت رح أمشي، بس إنه ليه الناس دي ما فيهم يروحوا ما فيهم يمشوا؟ إنه ولد رح توقف حياته بس لأنه ما فيه يروح على أمريكا؟ فطلبت من الفونداسيون فيليب حاتم إنه يفكروا إنه يعملوا إنه ريهابيليتيشن سنتر، أوكي ما رح يكون قد تبع شيكاغو وأمريكا، بس إنه على القليلة يكون في شيء يعني. والفونداسيون شو بتعمل إنه الأولاد اللي ما فيهم إنه يتعالجوا بلبنان، يعني عايزين أكتر إنه حالة طارئة، إيه إنه بيروحوا عم أمريكا، عاملين لينك بينه وبينه. تنشوف شو عملت بالتفصيل مؤسسة فيليب حاتم، واليوم بأوتيل ديو صار عندنا مركز
للتأهيل. مزبوط. شو مستوى؟ لكن أول شيء صار في تعاون بين الريهابيليتيشن انستيتيوت أوف شيكاغو، مثل ما قلت لكم هو نمبر 1 بالعالم، مع مستشفى أوتاليو مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة. فسنة الماضية كان في أول 10 سنوات للمؤسسة قدرنا نحصل أموال لنقدر لترميم وتأهيل مركز الفيزيوثيرابي تبع الأوتيل ديو. قدرنا كمان نجهزه بأحدث مكانات حتى العلاج يكون أحسن شيء ممكن. وهالسنة هلأ ب 30 تشرين الثاني عنا تاني عشاء، وإن شاء الله نقدر نحصل مصاري كفاية، لأنه بدنا كمان نكون صندوق حتى كل الأولاد بلبنان بقدر إمكانياتنا أكيد، يلي ما عندهم إمكانيات، يلي ما عندهم تغطية، يلي ما عندهم تأمين، كمان يقدر يتعالجوا بأحسن طريقة ممكن. رح نتابع لنشوف بالتحديد شو في عنا اليوم بأوتيل جيو، بس رح ناخد اتصال. ألو كريستينا معنا على الخط. بونجور كريستينا. انا حابه اعطي ذات الاكسبيرينس اللي اعطيتها دمودر. اول شيء الحمد لله على الف سلامتها. انا من فتره، من سنتين، عملت بولينيوروباثي وعملت شلل عصبي باجري وبايدي، وكانت حالتي كثير خطره وتعالجت باوتيل دو. نعم. بعتقد يمكن عن ذات الحكيم. anyway، وهذا الشيء انا بدي شجعهم يرجعوا يعملوا دوزيام سونت، لانه انا علاجي اللي اخذ اكثر من سنتين ثلاث سنين ممكن يخلص بشهر لو انا ان سونتر كباب انه ياخذ هيك حالات. سلامتك انت كمان، شكرا لمداخلتك كريستينا. اليوم السنتر باوتيل ديو هو له اسم؟ اسمه مركز ليتيسيا حاتم الفيزيوثيرابي بالاوتيل ديو، وهو بالتعاون مع الار اي سي بشيكاغو. بشيكاغو، كيف التعاون بيناتكم؟ واول ما طرحت الفكره على المركز بشيكاغو شو كان التجاوب؟ التجاوب كان يعني كثير هن تحمسوا كمان يشتغلوا مع الاوتيل ديو مع المؤسسه. واليوم قوه هالمركز رح يكون انه كل الكيسز يلي بيجوا على الاوتيل ديو بينبعتوا على امريكا، وهنيك هن كمان بيعطوا ارشاداتهم، وفي حكيم جاي من امريكا دكتور منصور ديب كمان هو رح يشرف على هالمركز كمان. فاذا هون المؤسسه رح تضل صله وصل بين المركز بشيكاغو وبين المركز بلبنان، وهذا التعاون بين بيناتنا كلنا. اليوم باوتيل ديو في المكانات اللازمه للتاهيل، يعني 80% منهم وصلوا، والبيرسونيل لكن وقت اللي كان عم يرجع يتاهل المركز في فريق كبير من الاوتيل ديو راحوا على امريكا ليتخصصوا، في منهم راحوا مرتين. هلا كمان مركز امريكا بيبعثوا مره يا ما مرتين بالسنه كمان ناس من عندهم للتدريب لبنانيين. مين بيساعدكم بالكلفه لتامين هالمركز؟ كل الناس الكرماء اللي بتبرعوا. والمركز بشيكاغو في عنده اي مساهمه؟ هن بيعطونا النو هاو تبعهم. واللي مهم كثير. ليتيسيا، انت اليوم طبعا يعني انكتب لك حياه جديده، بلشت حياة جديدة، فينا نقول في معجزة بالموضوع. المعجزة تسببوا فيها أهلك وقوة إرادتك وقوة إيمانك كمان لحتى تقدري ترجعي تمشي. ما مرق هيك لحظة استسلمتي فيها أو قلت إنه لا بلكي ما أقدر أكمل؟ مش وقتها كنت هونيك، وقت اللي رجعت وإنه رجعت روح على المدرسة وكل شيء، وكان لازم إنه قفيت ستة شهور من المدرسة وكان عندي الانتيسيباسيون، يعني كان لازم اشتغل دوب وكمل الفيزيو، وكنت عن جد وقتها كتير تعبت وكل شيء، قلت انه خلاص ما بقى بدي، بس انه اكيد يعني كان لازم ضلني اشتغل وكل شيء، بس انه عن جد انه ما فيني استسلم. ما عندك هالشوا، بس انه يعني مع كل الاشياء اللي تقدمت لك ومع كل يعني الشانس اللي عندك اياه، وانه قدرتي تروحي على امريكا وماديا كمان كنت قادره، مع هيدا وكله كان في صعوبه. كيف الاشخاص اللي ما عندهم كل هال يعني الشانس يعني انه يقدروا يكون عندهم كل هالاشياء، هون كيف بدهم يتعاملوا مع الموضوع؟ هون الاستسلام بصير يعني اقرب. ايه اكيد، وكمان وقتها كنت هونيك انه شفت الاولاد لانه اهلهم ما كانوا معهم، انه كمان في اولاد صغار لحالهم انه بشيكاغو ما عندهم هالموتيفاسيون، وانه ما راح يتحسنوا قد ولد اللي عنده كل المورال سبورت وعائلته وكل شيء، انه
كثير صعبه. عم تحكي عن الموتيفاسيون ليتيسيا، شو الحافز يلي كان عم يخليكم تتابعوا كل مره؟ اول شيء فيني اقول لك انه هالسنتين اكثر كلمه لفظتها هي يلا كل نهار، يلا 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 يلا، ودائما بدك تفرجيها صوره متفائله، تفرجيها انه كل يوم شوفي امبارح ما كنت مثلا فيك تهزي اصبعك، شوفي اليوم بلش يهز. يعني هو التقدم بيكون كثير بطيء، لازم يكون في فوكس عليه لحتى يبين، وطالما انوجد هيدا المهم، نرجع نركز عليه ونخليها كمان ترجع تكفي. اليوم مركز التأهيل بأوتيل ديو لامين ومؤسسة فيليب حاتم، كيف تعمل يعني غربلة للحالات لتقدر تستقبلهم؟ لكن هو كله بيصير بالمستشفى بالأوتيل ديو، هو ضمن الأوتيل ديو، نحن بس وصلة بين أمريكا ولبنان. نعم، أنت وصلت الوصل. مزبوط. والحالات يلي تتقدم تتقدم يعني اللي بتروح على أوتيل ديو أو اللي بتتقدم بالأوتيل ديو، وإذا في عيال عن جد ما قادرين يدفعوا، ما عندهم ضمان ما عندهم تأمين، ساعتها في مرشدة اجتماعية بتقيم الوضع، وإذا نحن بقدر إمكانياتنا كمان بالصندوق يلي إن شاء الله نقدر نكونه آخر هالأسبوع بعشانا بعشا نهار الجمعة، لأنه بقى عندنا وقت نهار الجمعة رح يكون في عشا فأزان إن شاء الله نقدر نكون هالصندوق بالبيال بالبافيون رويال، هيدا تاني عشا بنعمله، سنة الماضية كان أول واحد، وإن شاء الله قد ما بيجينا تبرعات منكون ممنونين. كيف بنحجز لهالعشاء؟ هلا فيكم تفوتوا على السايت، هو 3w.forahappychildhood.org، يا اما بتلفنوا على 01 20 33 70، يلي بيحبوا يجوا على العشاء اهلا وسهلا فيكم، وبنتشكركم بالبيال نهار الجمعه، نهار الجمعه هالاسبوع. اهلا وسهلا فيكم، الحمد لله على السلامه ليتيسيا. اوقات كثير صعوبات بالحياه تقدر توصل لانه مجتمع كامل يتغير. اهلا وسهلا فيك. ميرسي فيني. بس بعد اقول شغله صغيره بس للاهل، ما تقطعوا الامل شو ما بيقولوا لكم، لانه ما بتعرفوا شو بيصير بالحياه، واذا ما فيها الامل ما فيكم كمان تساعدوا ولدكم بهالنزاع لانه يكمل، لا يقدر يكمل. اهلا وسهلا فيكم. رح انتقل عند ستيفاني. هاي هاي، كيفك؟ أنا منيحة. كيفك باسكال؟ منيحة كاتيا، وأنت؟ شو عندكم اليوم لقلنا؟ اليوم عندنا وول تريتمنت، ما هيك باسكال؟ 100% صرنا خبيرين بالحيطان، صرنا خبيرين بكل تفاصيل، يعني شو كان عندنا مشكلة قادرين نحلها صرنا باسكال. شو بدك أحلى من هيك؟ لا أبداً. بننزل لعندكم لكن بدو تيرسل يلا.